إمكانية التوزيع واردة. يوري تشيركاف تعود من جديد لكولوبين. كولوبين في القائم الثاني، والهدف الأول للمنتخب الروسي، الهدف الأول للمنتخب الروسي عن طريق كوزيرسكي على مستوى القائم الثاني، في فرحة كبيرة للجماهير الروسية. كولوبين كولوبين كولوبين، كرة خطيرة، كرة مرينة، والهدف الثاني، الهدف الثاني. شيريتشيف، شيريتشيف بانفجار جماهيري كبير، وخطا دفاعي قاتل من العكر السعودي. المنتخب الروسي يتعب النتيجه مشاهدينا الكرام. كرة لكازينسكي يريد الثلاثية، وكرة فيني وسا، والهدف الثالث. سيوبا، سيوبا يكسب المعركة، وخيبة أمل كبيرة من الجانب الصغير في تخطيط رائع لستانيساف تشيرتشيساف مكن الروس من الثلاثية. التسويب رائعة، دينيس شيريتشيف، كرة ولد الأحلام. يا سلام يا سلام يا سلام، وتعظيم سلام لتمنى نجم الكرة الروسية ألكسندر كولوبين أن يكون غدار. كولوبين ليسدد، والخامس يا